انا عمري ما وعدتكم بان الموضوع هيخلص في سنه ولا اتنين ولا في 10، ما وعدتش بكده. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح. بكره تشوفوا مصر هي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. فامتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته، سواء صحه او تعليم؟ سنتين. سنتين؟ اه طبعا، ده معدل سريع. اه ان شاء الله. اول وعد معاكم قلت لكم اصبروا معايا سنتين. قلت اصبروا معايا ايه؟ سنتين. اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس يا مصريين، اصبروا نصبر يا بلد. لن يحدث تصعيد في الاسعار للسلع الاساسيه ومطالب الناس مهما حصل. مش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن نقول مهما حصل للدولار. انتوا هتستحملوا سنه كمان. اصبروا عليا بس شويه، اصبروا عليا كمان شويه. اصبروا وسترى. العجب العجاب في مصر. مصر هتبقى في موضع تاني 2020. انا انسان صادق وامين، ولا اتكلم الا بما ادركه واقتنع به. اتصور خلال سنه او سنتين انتوا هتشوفوا اداء الدوله المصريه عامل ازاي. والله العظيم انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجه. قال لي خد دي.